الحصه الصحراويه زياده الوزن فتح الشهيه. السلام عليكم اخوان، في هذا الفيديو غنديروا الطريقه الصحيحه لصنع الحصه الصحراويه بمكونات طبيعيه اللي كلها بيو متوفره في المغرب. الحصه كتعطي نتائج جد رائعه. معايا الاخت مريم اللي وليتو كتعرفوها دابا في الفيديو الثاني مع فلاشين يوتيوب. بغيت كلشي يدير اكسبلور، كلشي يدير جيم، كلشي يفعل الجرس ويدير ابوني، ونبداو على بركه الله. مريم تفضلي. بالنسبه للحصه كاين عده طرق عفوا بالسوجد، اليوم غنوجدوها بطريقه جد سهله وبمكونات كذلك طبيعيه. هذه الحصه صراحه جد مفيده للنساء المرضعات، لانها كدير الحليب بطريقه جد رهيبه، وكذلك كتحسن من الهرمونات الانثويه للنساء. بالنسبه للرجال يقدر يستغنوا على بعض المكونات اللي كتزيد لي زغمون فيمينا، من بينهم الصوجة. نبداو اول مكون على بالك سيدنا ليسونسييل الحصه اللي غنصايبو في هذا الفيديو، حيدي الصوجة عافاك، غادي صالحه للرجال والنساء، الاطفال ابتداء من 6 سنوات. الحصه ديجا بريباريناها باش نبداو بها الفيديو. نحتاجو فيها المكون الاول إلان، مكون ثاني حبه العزيز او لوز افريقي او حبه الزلم، المكون الثالث الجنجلان، المكون الرابع حبوب اللقاح، المكون الخامس اللي غنحتاجو هو النافع البلدي. شوفي لي النافع البلدي عافاك، انا خدو الجنجلان والنافع البلدي نحمروهم مع إيلان، نحمرو المكونات في الفران مده ديال 5 دقائق على الاقل، نطحنوهم بودغ، نخلطوهم مع حبه العزيز اللي غتلقاوها عند اي عشاب في المغرب او في كازا، ومع حبوب اللقاح نميلونجيهم مع العسل او الشوكولاط. نبقاو ناخذ ملعقه قبل كل وجبه بشي نصف ساعه او ساعه بوتيتر، مده استعمال ايفيتيو اتاي، ايفيتيو حوايج كيحرقوا الدهون، رائعه في الحصول على وزن جيد، وكذلك مثبته للوزن، علاج لفقر الدم ونقص فيتامين دي، وعده فوائد اخرى. بالنسبه لهذه الحصه اللي قادينا اليوم، بالامكان ان الامهات يعطيوها حتى للوليدات الصغار ديالهم ابتداء من 6 سنوات. بيان سور ابتداء من 6 سنوات كتحفز عمليه النمو العقلاني وكذلك الجسماني وطبيعيه، يعني كتزيد حتى صلابه العظام. هادشي اللي كاين ما تنساوش تخليوه اخوان. بدينا هذه الفيديو بهذه الطريقه، ان شاء الله غيكون تحسن في المونتاج، بغينا التشجيعات ديالكم. كنتيستي دابا لي فيديو من احسن الوصفات اللي كيزيدوا في الوزن. ديجا بريباري اللي بغاهم يتواصل معايا في 06 76 82 79 43. اللي بغى الوصفه الثمن ديالها غيكون ان شاء الله، يعني غنديروا ثمن خاص للناس ديال اليوتيوب، اللي جا من اليوتيوب وقال الكود ديال شنو الكود اللي نديرو مريم باش يكون هذا الفيديو. هي نورمالمون الثمن ديالها 200 درهم، ما عرفتش واش كتبان لكم ولا لا. حنا غادي نديروا لها ثمن رمزي للناس اللي غيقولوا هذا الكود، الناس ديال اليوتيوب فقط. هذا الفيديو غيتلاح في اليوتيوب فقط. نقولوا شي كود مثلا، شي كود من عندك؟ لا شي فخ الفابي يقول يقول لنا اننا شفت الفيديو في اليوتيوب، انني جاي وشفت داك التخفيض ديال اليوتيوب، غنحسبوها ليه فقط 150 درهم، غيكون عرض محدود. كلشي الدراري يدير جيم وفي نفس الوقت يفعل الجرس باش يوصلكم الجديد. مريم كلمة أخيرة. صراحة كنتمنى نلقاو التشجيعات.